بعد انتهاء هذه الحالة الماطرة، حالة جديدة أقوى وأشمل منتظرة على المملكة يوم سبت بمشيئة الله تعالى، وتشمل مناطق ومدن عديدة بما في ذلك الرياض وجدة أيضا، وفرص الأمطار تبقى قائمة بين هذين الحالتين. كل ذلك في التفاصيل بعد هذا الفاصل. تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب أن هناك كميات كبيرة من السحب والغيوم ما زالت في أجواء المملكة، تسبب لهطول بعض الأمطار في بعض مناطق المملكة كما نلاحظ على شكل زخات مطرية ديمية الطابع في هذه المناطق، وقد تحركت هذه السحب نحو الجنوب بعدما أثرت على مناطق مختلفة من شمال ووسط المملكة. بعض السحب والغيوم المتفرقة بقيت خلف هذه السحب، مثلا في مناطق حفر الباطن والقصيم وأجزاء من الرياض، وتسبب بهطول زخات محلية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. من المتوقع بخلال الساعات القليلة القادمة بقاء فرص هطول الأمطار ونهار يوم الخميس، بالرغم من تراجع حدة وزخم هذه الحالة الماطرة، أن هناك فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار محلية الطابع من الأمطار موجودة في مناطق متفرقة وعشوائية من المملكة، تشمل مرتفعات جنوب غرب المملكة وبعض المناطق الوسطى بالإضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية من المملكة. ولكن هنا في مركز طقس العرب نراقب عن كثب حالة قوية من عدم الاستقرار وحالة ماطرة يتوقع أن تؤثر على عموم مناطق شبه الجزيرة العربية، لذلك ناتج عن تعمق هواء بارد قادم من بلاد الشام باتجاه مناطق شبه الجزيرة العربية، هو يدخل من الأراضي المصرية باتجاه شمالي الجزيرة العربية. هذا التعمق يعتبر نوعا ما نادر في طريقة دخوله إلى المملكة، يقابل طبعا وجود اندفاع لجبهة هوائية باردة باتجاه المناطق الداخلية من المملكة تدريجيا يومي السبت والأحد، ويقابل اندفاع لهواء رطب باتجاه الشمال وهو دافئ. كل ذلك سيلتقي مع بعضهم البعض فوق سماء المملكة اعتبارا من يوم السبت، وتعمل على حدوث حالة ماطرة واسعة النطاق تشمل مناطق واسعة من الخليج العربي وبحر عمان، المناطق الداخلية في المملكة إضافة إلى سواحل البحر الأحمر. هناك حالة مركبة يتوقع أن تؤثر على المملكة، تشمل يعني بذلك مناطق واسعة من المملكة. هذه الحالة عندما نقول أنها مركبة تعني أن هناك مناطق في شمال المملكة تتأثر بقطاع من الحالة بشكل مختلف على شكل هطولات مطرية، مناطق أخرى تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، مناطق أخرى أيضا تتأثر بزخات مطرية في المناطق الجنوبية. كل ذلك يتوقع أن يحدث في المملكة خلال الأيام القادمة، سأتحدث عنه الآن في التفصيل وبشكل متسلسل زمنيا. نبدأ إذن بتوقعات الأحوال الجوية وكيفية دخول هذا الهواء البارد إلى المملكة. إذن هذه الأيام ما زالت الهواء البارد مسيطر على المناطق الشمالية من المملكة، وجود هذا الهواء البارد في طبقات الجو العليا يعمل على بقاء فرص هطول زخات من الأمطار بمشيئة الله تعالى يوم الخميس في بعض مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. ولكن اعتبارا من ساعات مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة على السبت، يبدأ كما نلاحظ دخول هواء بارد من الأراضي المصرية تدريجيا باتجاه المملكة. دخول هذا الهواء البارد باتجاه المملكة سيؤدي إلى نشوء الحالة أو حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي في أجزاء واسعة من المملكة، وكما نلاحظ يبدأ هذا ويبقى هذا الهواء في المناطق الشمالية من المملكة. هذه توقعات النمذجة العددية للهطولات البطرية، سأقوم باستعراضها معكم بشكل متسلسل زمنيا. إذن بالبداية ليلة الأربعاء على الخميس وفجر يوم الخميس تبقى فرص الأمطار موجودة كما نلاحظ في بعض مناطق شمال شرق المملكة، بالإضافة لربما إلى العاصمة الرياض وبعض المناطق الجنوبية الغربية. هذه المناطق الجنوبية الغربية هناك تخاريج بحرية متوقعة على السواحل بالإضافة للمرتفعات الجبلية، وبالتالي نتوقع وجود زخات غزيرة من الأمطار على هذه المناطق خلال ساعات ليلة الخميس على الأربعاء الخميس، وعلى شكل تخاريج بحرية قد يكون منها بعض منها غزير بما يكفي لجريان الأودية. وتبقى فرص الأمطار قائمة بشكل عشوائي حتى نهار يوم الخميس نهارا، كما نلاحظ وجود لفرص أمطار بشكل عشوائي سواء المناطق الجنوبية الغربية أو بعض المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض أو حتى المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة بشكل عام. في ذات الوقت وفي مناطق أخرى في الجزيرة العربية يتوقع أن تنشأ أحوال جوية غير مستقرة في بحر عمان وتؤثر على سلسلة جبال الحجر مثلا في سلطنة عمان، وقد تمتد إلى المناطق المطلة على بحر عمان وأيضا حتى المناطق الساحلية من الخليج العربي، متوقع أن جميعها تكون تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة مع ساعات مساء يوم الخميس كما نلاحظ في معظم هذه المناطق، وبالتالي فرص الأمطار الرعدية موجودة على مناطق الخليج العربي وبحر
عمان بإذن الله تعالى. يوم الجمعة اعتبارا من تقييم ليلة الخميس على الجمعة ونهار يوم الجمعة يتوقع وجود تراجع نسبي في الحالة الماطرة، هناك تراجع متوقع بفرص الهطول بشكل عام في مناطق وازا. كما نلاحظ هذه خريطة الهطولات وتشير إلى تقريبا إلى خلو معظم مناطق المملكة من هطولات مطرية هامة يوم الجمعة، سوى بعض المناطق الجنوبية الغربية من المملكة وبعض المناطق الجنوبية الشرقية المطلة على الخليج العربي. لأن يوم الجمعة يبقى البحر عمان والخليج العربي تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، ولكن تدريجيا مع ساعات مساء يوم الجمعة مع تقدم الهواء البارد من الشمال الغربي يبدأ أو تبدأ هذه الأحوال الجوية غير المستقرة من منطقة الخليج العربي بالدخول إلى الداخل، وبالتالي تصبح هناك فرص الأمطار مع ساعات مساء يوم الجمعة في المناطق الشرقية من المملكة، أيضا تشمل أيضا دولة قطر ومملكة البحرين بالإضافة إلى الدمام وبعض المناطق الشرقية وحتى الإحساء. هذه المناطق تصبح هناك بها فرص أمطار رعدية نتيجة امتداد عدم الاستقرار من الخليج العربي إلى الداخل، وتبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة على جبال جنوب غرب المملكة. ليلة الجمعة على السبت من الواضح لدينا هنا في مركز طقس العرب إلى أن كلما تقدمنا بالوقت تمتد هذه الأحوال الجوية غير المستقرة من داخل الخليج العربي تدريجيا باتجاه داخل المملكة، وبالتالي قد تصل العاصمة الرياض من البوابة الشرقية هذه المرة هذه الأحوال الجوية غير المستقرة تدريجيا وبشكل تصاعدي. باعتبار من فجر يوم السبت يتوقع كما سنلاحظ الآن اشتداد الحالة الماطرة بشكل كبير، حيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى مع وصولنا في ساعات ما بعد ظهر يوم السبت أن تعم زخات تكون هذه المرة رعدية الطابع من الأمطار مناطق مختلفة من شرق المملكة، تلك السواحل الشرقية من المملكة، مناطق مملكة البحرين، دولة قطر، الدمام، الإحساء، العاصمة الرياض، تمتد هذه الزخات الرعدية القصيم، الزامن، حفر الباطن، إضافة إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما في ذلك مرتفعات الطائف وباحة والأبها ومرتفعات الباحة وأبها، بالإضافة لوجود فرص لعودة التخريج البحرية في مناطق حتى أنها قد تكون قريبة من جدة. ولاحقا مع ساعات مساء يوم السبت تمتد هذه الأحوال الجوية غير المستقرة تشمل أيضا أجزاء من حائل ومن ثم سكاكة والحدود الشمالية وربما تصل إلى عرعر، ويتقدم أيضا سحب وغيوم ممطرة على القطاع الشمالي الغربي من المملكة. إذا هذه خريطة المملكة مع ساعات مساء يوم السبت. إذا مناطق مختلفة من المملكة كما تلاحظون على موعد مع زخات رعدية من الأمطار التي يعتقد أنها ستكون أيضا مرفقة أحيانا بتساقط لزخات من البرد، وأيضا قد تكون غزيرة بما يكفي لأن تجري بها الأودية والشعاب وأيضا تتشكل بها السيول في بعض المناطق. تشتد أكثر وأكثر هذه الحالة ليلة الجمعة ليلة السبت على الأحد، وذلك نتيجة تعمق الهواء البارد فوق المملكة وتلاقيه مع كتل هوائية أخرى، وبالتالي كما نلاحظ مناطق واسعة من المملكة مع ساعات الصباح يوم الأحد تكون على موعد مع زخات رعدية الأمطار. هذه الحالة ربما تكون الأقوى منذ سنوات بالمناسبة حسب ما تشير الخرائط. تابعوا معي المناطق المتأثرة بهذه الحالة مع ساعات صباح يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. القطاع الشمالي الغربي أمطار غزيرة، وأيضا كما تلاحظون هناك بؤر لأمطار شديدة الغزارة في هذه المناطق تشمل تبوك وحقل والسواحل الشمالية الغربية من المملكة. هذه الحالة تشمل سواحل جدة، مرتفعات مكة المكرمة، مرتفعات الطائف، مرتفعات الباحة، أبها جنوبا والسواحل في هذه المناطق. هذه الحالة تشمل أيضا عموم مناطق شمال المملكة من عرعر إلى سكاكة في شمال الجوف والحدود الشمالية في رفحاء، تصل إلى أيضا حائل، تصل إلى حفر الباطن، أيضا مناطق القصيم، العاصمة الرياض بشكل أساسي، إضافة إلى عموم المناطق الشرقية. نلاحظ البؤر الغزيرة لدينا هنا على السواحل الشرقية من الدمام والسواحل الشرقية من المملكة، أيضا المناطق الجنوبية الشرقية من العاصمة الرياض ومحافظة الرياض، عموم مناطق الخليج العربي، جميع هذه مناطق على موعد مع هذه الحالة الماطرة، مناطق واسعة إذا مرتقبة أن تتأثر بها المملكة بمشيئة الله تعالى في هذه الحالة تحديدا مع ساعات الصباح يوم الأحد. وكما نلاحظ مع مرور الوقت ودخولنا تقريبا في ساعات الصباح شدة البؤر المطرية عالية، نلاحظ هذه الألوان تشير إلى وجود بؤر شديدة الغزارة من الأمطار في بعض المناطق وتستمر هذه الحالة يوم الأحد. هذه محاولة لتلخيص ما هو الوضع المتوقع بمشيئة الله تعالى خلال يوم السبت والأحد. هذه الحالة المرتقبة هي حالة أشمل وأوسع وتشمل مدن عديدة من المملكة بمشيئة الله تعالى وتستمر معنا حتى ساعات مساء يوم الأحد على أقل تقدير. بالعودة إلى الأحوال الجوية نهار يوم غد في العاصمة الرياض،
يوم الخميس احتمال هطول زخات من الأمطار، درجة حرارة العظمى 21 درجة مئوية، فرص موجودة غدا للأمطار لكن عشوائية الطابع وليست منتظمة، قد تكون رعدية وغزيرة في بعض الأنحاء هذه الفرص من الأمطار. كيف ستكون الأحوال الجوية بمشيئة الله تعالى خلال الثلاثة أيام القادمة أيضا التي تلي غدا في العاصمة الرياض؟ إذن 22 درجة مئوية يوم الجمعة الصغرى 12-19 إلى 15، لكن لاحظوا معي الارتفاع المرتقب يوم الأحد في مقدمة الهواء البارد، وهذا الأمر هذا الارتفاع في درجات الحرارة هو بحد ذاته يزيد من عدم استقرارية الأجواء وتزداد على إثره فرص هطول الأمطار الرعدية. فكما نلاحظ معظم التوقعات سواء في ساعة النهار أو في ساعة الليل يوجد زخات أمطار متوقعة، لكن زخم الحالة الماطرة الجديدة يبدأ يوم السبت ويزداد تصاعديا مع نهار يوم الأحد، وهناك يعني توقعات وجود بؤر غزيرة في بعض المناطق بمشيئة الله تعالى. كيف ستكون الأجواء بمشيئة الله تعالى في مدن ومحافظات المملكة يوم الخميس حتى نستعرض الملخص ذلك؟ إذن في تبوك من 17 إلى 8 درجات مئوية، فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار إذن غدا متوقعة في شمال وشمال شرق المملكة، كما نلاحظ سكاكا 15 إلى 7، عرار 12 إلى 5 درجات مئوية. عندما نتجه غربا نلاحظ أن الأجواء أكثر استقرارية، جدة 25 إلى 18، ظهور لبعض السحب، المدينة المنورة 22 إلى 11، 26 إلى 19 في مكة المكرمة، لكن هناك فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار في مرتفعات الطائف من 18 إلى 12 درجة مئوية. زخات رعدية محتملة متوقعة في مناطق جنوب غرب المملكة، وكما ذكرنا المناطق الساحلية أيضا وجود تخاريج بحرية وتصل إلى الجبال، فنلاحظ أن الباحة وأبها وجزان هناك فرص لأمطار رعدية في هذه المناطق، 14 إلى 9 في الباحة، 16 إلى 11 في أبها، و 30 إلى 24 درجة مئوية في جزان. شرق المملكة في الإحساء فرص لزخات محلية من الأمطار 24 إلى 18، فرص الأمطار موجودة في الدمام وحفر الرباط كما ذكرنا لنهار يوم الخميس من 21 إلى 17 في الدمام، ومن 17 إلى 10 درجات مئوية في حفر الباطن، في حين أن العاصمة الرياض أيضا توجد بها بعض الزخات المحلية من الأمطار محتملة خاصة في ساعات ما بعد الظهر 21 إلى 15، لكن طبيعة هذه الزخات ذات نطاقات جغرافية غدا ضيقة وعشوائية، في القصيم من 20 إلى 9 درجات مئوية، وحائل من 17 إلى 4 درجات مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، حالة مطرية جديدة بمشيئة الله تعالى مرتقبة تبدأ من فجر يوم السبت، تشتد تصاعديا خلال بعد ذلك يومي السبت والأحد، وتشمل مناطق عديدة وواسعة من المملكة ومدن رئيسية. المزيد من التحديثات والتفاصيل موجودة على تطبيق وموقع طقس العرب، تابعوهما ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.